فالرئيس مبارك في الفترة الأخيرة الحقيقة هذا اللي حصل وكم الفساد اللي بينكشف دلوقتي شيء غير معقول. أنا أذكر مرة في المجلس القومي للتخطيط في المعهد القومي للتخطيط بيعملوا هم ندوة كل شهر، ودعيت لندوة من الندوات دي، والكلام ده من 4-5 سنين. وانا الكلام اللي بقوله دلوقتي كنت بقوله من 4-5 سنين، وقلته للرئيس مبارك في خطاب مفتوح، وقلته يعني قلته في كل حته. نعم. وبقوله النهارده هو طبعا يمكن اكون نضجت شويه، يمكن اكون عجزت شويه، لكن يعني هو اللي كنت بقوله هو بقوله. انا كنت بقول ايه؟ نسيتني. في اللي كنت في المحاضره قلت في المحاضره هذا الكلام ده. المعهد القومي للتخطيط. قلت لهم اقوى في مؤسسه في مصر دلوقتي هي مؤسسه الفساد. صحيح. الكلام ده كان يمكن 86 85 في المرحله دي. كنت عارف ان هو بهذا الحجم بقى؟ ما كنتش اعرف انه بالحجم ده. لا لا لا، بالحجم ده ما كنتش اتصور انه بالحجم ده. انما قلت لهم اقوى مؤسسه في مصر هي مؤسسه الفساد، واضفت وللاسف المر بدات هذه المؤسسه مؤسسه الفساد تطرق ابواب الجامعه وابواب القضاء. نعم. انا سؤالي وهتسمح لي بيه لان عايز ابني عليه الفكره اللي عايز اطرحها بعدين. اتفضل. لو كان عرض على حضرتك في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك منصبا وزاريا او منصبا في مجلس الشعب كرئاسه مجلس الشعب، وليس السؤال بنفسه هو بذاته هو المعني، كنت حضرتك هترفض؟ هقول لك الواقع العملي. تمام. بس للاسف الشهود ماتوا. لا حضرتك مصدق. الدكتور المرحوم كمال حسن علي في بيت خير السمره، والذين حضروا هذه الواقعه بعضهم موجود، عرض علي ان انا اجوز الثقافه. اعتذرت. كان سبب اعتراضك على الوزارة ولا على انك تعمل في ظل هذا النظام؟ كان يعني اسباب عديدة، انما اعتذرت عن ان انا اجي وزير الثقافة، والكلام ده كان يمكن في اوائل الثمانينات. أسامة الباز عايش، نده للرئيس مبارك، والرئيس مبارك عايش ربنا يديله الصحة، وأسامة عايش. أنا قلت لأسامة إيه بقى قبل ما ندخل له؟ قلت له أسامة إذا كان لابد من ابتلاء رئاسة جامعة القاهرة هتفضى، أجي رئيس جامعة القاهرة. فقال لي والله فعلا أحسن. فلما دخلنا للرئيس مبارك وقال له أسامة، بقول له يعني يحيى ممكن يبقى وده وضعه كويس والطلبة بتحبه والأساتذة بتحبه كده، قال لي يعني هو رئيس الجامعة أحسن من الوزير بالطريقة دي بالظبط زي بكلمك كده. قلت له يا فندم عندي انا احسن. نعم. فالمهم انه يعني دي الفتره اللي حصل فيها اعتذار عن وزاره الثقافه. بعد كده ولكم زميل في الاعلام اسمه سيد علي. طبعا نائب رئيس تحرير الاهرام. نائب رئيس تحرير الاهرام. طلع في الجرايد كلها ان انا جاي رئيس مجلس الشعب. انا كنت عضو في المجلس. نعم. وان انا جاي رئيس مجلس الشعب. كنت عضو بالتعيين يا دكتور مش كده؟ لا انا كنت عضو بالانتخاب. لا قبل الانتخاب. ما دخلتش ابدا لا 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 مطلقا. كنت حزب وطني يا دكتور؟ لا يا اخوي عمري ما دخلت حزب وطني ولا بقيت حزب وطني. مش كانت الانتخابات بالقائمه النسبيه في هذا التوقيت؟ انا دخلت على المقعد الفردي. دخلت على المقعد الفردي ودخلت في محافظه الجيزه كلها، والحزب الوطني رشح ضدي احد اصحاب ده كان 87 احد اصحاب الملايين. نعم. الراجل اللي هو عنده مراكب في النيل وكده رشحوه ضدي. نعم. حتى هو يعني كان نسيب احد اصدقائنا نسيب مصطفى السعيد، نسيب الدكتور مصطفى السعيد. نعم كان وزير الاقتصاد السابق. مش فاكر اسمه ايه، من ناحيه الهرم وكده، راجل مالتي مليونير وتعبني، لكن الحمد لله ربنا وفقني ونجحت. وكان جرى كلام كثير ان انا جاي رئيس مجلس الشعب، ونشر هذا في الجرايد. نعم. السيد علي موجود وجاء لي يعمل معايا حوار، فبيسألني عن الحزب الوطني. قلت له هذا الحزب ما خير بين امرين الا واختار اسوأهما. بالنص ده. وراح سيد الله يستره عملها منشط في الاهرام. يحيى الجمل يقول الحزب الوطني ما خير بين امرين الا واختار اسوأهما.
وسيد علي يعلم والناس كلها تعلم انه قال لي طيب اقول لهم انتخبوه رئيس مجلس الشعب وانت بتقول عليهم كده؟ قلت له انا طلبت منك حاجه يا سياده الرئيس، انا طلبت منك اجي رئيس مجلس الشعب وهو موجود ربنا يديله الصحه والعمر، انا طلبت منك ابقى رئيس مجلس الشعب ولا طلبت منك حاجه خالص؟ طيب انا كان سؤالي لان ليه علاقه فيعني انا كنت عايز اوصل بس لجزئيه انه قد يتورط البعض او قد يكون وسيد علي موجود. وسيد علي مره قابلني في باريس وقال لي ايه؟ بقول له منك لله يا سيد. قال لي طب في ذمتك انت النهارده ماشي في الشارع في باريس، المصريين اللي بقابلوك ولا لو كان فلان اللي هنا وسيد موجود، ولا لو كان فلان وقال اسم رئيس مجلس الشعب النهارده؟ الحمد لله. وانا عندنا غير واحد من زمن طويل قوي. لا يعني هيت. طيب ما أقصده كيف نفرز، كيف المجتمع كي يجري عملية مصالحة، أن نتوقف عن فكرة التصنيف، فكرة فلول النظام، رموز الفساد موجودة ومحددة، من كان يتولى مناصب يدافع عنها أو ارتكب أخطاء لابد أن يحاسب عنها طبعا. ولكن كيف يمكن احتواء مجتمع في ثورة حقيقية وفي رفض لكل من كان له علاقة بالنظام، كان جبرا أو اختيارا أو اقتناعا أو سوء تقدير أو سوء رؤية؟ هل كل من له علاقة مباشرة بالنظام السابق يصبح فاسدا؟ لا يقينا لا، وده يعني التعميم خطأ. أن تعمم أنك تقول كل الناس وحشين خطأ، كل الناس كويسين خطأ، ليس كل الناس ملائكة وليس كل الناس شياطين، وليس كل واحد منا ملاكا كاملا ولا شيطانا كاملا، كل واحد مننا فيه الجانب الجيد والجانب الضعيف. نعم. بالضرورة السيء. فالتعميم خطأ لوحد. ناس كتيرة كانت في النظام السابق كويسة وحاولت أن تقول كلمة حق. نعم. ناس كتيرة. وناس كتيرة كانت ماشية في الزفة ومصالحها الخاصة وأعمالها وملايينها وأراضيها كانت هي المعيار عنده، بس دول الغالبية للأسف في المرحلة في. نعم. المرحلة والغالبية دي بيتم دلوقتي تحديدها وبيتم التعامل معها قانوني، لكن أنا بتكلم عن فكرة تجاوز الأزمة بمعنى فكرة الاحتواء وتدريب المجتمع. شوف فيه فيه كذا فكرة تفضل أنا بدرسه من دول وحارضه. احنا في مجلس الوزراء قررنا إنشاء لجنة اسمها لجنة الحوار الوطني. نعم. في تجربة انعملت في جنوب افريقيا وانعملت في المغرب حتى جزئيا وانعملت في شيلي وانعملت في بعض البلاد، انما التجربه الاساسيه انعملت في جنوب افريقيا. المصالحه. مصالحه. كانوا يسموها لجان الحقيقه والمصالحه. ايه بقى اللجان ديت؟ كانت لجان سياسيه وفيها عنصر قضائي. خيري استفاد، عمل له 10 15 بلاش خيري والنبي بيخلاه ايه تاني. لا بلاش خلاه ايه تاني خالص. سين من الناس عمر علي محمد استفاد وعمل له ثروه فظيعه جدا، يروح يقر انا حصل كذا وكذا 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 وانا كونت هذه الثروه، الثروه ويظل هذا سر في هذه اللجنة وتعود المال لأصحابه وتنتهي هذه اللجنة بقرار فيه عنصر قضائي. هذه التجربة أنا بدرسها حاليا وبرضو بتعاون مع بعض الإخوان القانونيين في إن أنا أدرسها وحارطها. ممكن ترجع فلوس كتير قوي لمصر واحنا محتاجينها جدا، وهم فيهم ناس على استعداد ما يباتش ليله في السجن. مش بس كده، وزي ما انت بتقول تعمل قدر من المصالحه، مصر محتاجه تصالح نفسها. ومن له مصالح بقى في مصر وعايز يقعد يدير شغله بعد ما رجع فلوس البلد اهلا بيه. اهلا بيه وعلى عيني والراس يا سيدي. نعم. اما من ارتكب جرما حقيقيا كان له حق، لا لابد ان يحاسب حساب حقيقي وياخد جزاءه محدد وياخد جزاءه الرادع. نعم. مش بس جزاءه الرادع، لانه اللي عبسه شوف للاسف الشديد موضوع سياده القانون انا بقول عليه وكاتب هذا الكلام برضه والكتب موجوده من بدري خالص من الستينات. سياده القانون ضمانه للحاكم قبل المحكوم. اللي بعض اللي موجودين في السجن النهارده لو وعوا هذه الكلمه
كلمك ما دخلوا السجن. ما دخلوا السجن. هل سيادة القانون حماية للحاكم قبل المحكوم؟ هل ما يحدث من طريقة سيادة القانون حماية لجيسكار دستان وهو ماشي في الشارع في باريس لاشي 24 قيراط؟ ليه بقى؟ لأنه بيقول له هقوم اقرأوا كتابي. النصراني بيقول هقوم اقرأوا كتابي، والمسلم ما بيقولش هقوم اقرأوا كتابي، بيقول هقوم اقرأوا ملاييني. مش كل مسلم طبعا ومش كل مسيحي، انما انا عايز اقول لك انه وبعدين وجود رئيس جمهوريه سابق ضمانه اساسيه من ضمانات الديمقراطيه. وانا كتبت مقاله بهذا العنوان، وجود رئيس جمهوريه سابق ضمانه من ضمانات الديمقراطيه، وكتبتها في الفتره من 5-6 سنين. ليه بقى؟ لانه لما يعرف انه هيبقى سابق في يوم من الايام هيفكر في اليوم ده، يقول لك ده انا همشي في الشارع، همشي في الاسواق بين الناس، هيحميني عملي. عايز اشتغل، عايز امارس. لا، وهيحميني عملي. صحيح. وهيحميني اللي عملته في الفتره دي. لكن لما عارف ان انا هتني قاعد للابد. هل الحمايه القانونيه دي متوفره للمتهمين اللي بيتم محاسبتهم الان؟ حضرتك شايف ان هناك حمايه قانونيه؟ انا بثق في القضاء المصري، وبثق في النيابه المصريه، وبعتقد انهم بيتمتعوا بحمايه. انا اقول لك مثل صغير. انا مره مسافر الخارج وانا في الوزاره، ورأيت في قدام الجرايد معرفش المساجين ضربوا، قالوا على اسماء بعض الوزراء المحبوسين بالاحذيه. انا اتصلت من التليفون من العربيه وانا مسافر بحد من عندكم هنا في التلفزيون، قلت له يا فلان عيب النشر بهذا الشكل، يتقدموا للمحاكمه يحكم باعدامهم اذا كانوا يستحقوا الاعدام، لكن معرفش المساجين ضربوهم بالاحذيه والكلام ده عيب ما يليقش، مش اخلاقنا. نعم. ولا اخلاق المتحضرين. صحيح. وحضرتك مسؤول عن الاعلام.